تجنب خسارة $1000 على السناب شات بالطريقة دي. في الفيديو ده هنعرف المعادلة الصعبة لإعلانات السناب شات، ازاي نوصل لأكبر نتائج وبأقل تكلفة ممكنة. ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى زي ما احنا شايفين في الصورة ديت. ده احد الحسابات اللي احنا شغالين عليها، اجمالي الصرف اكتر من $53,000، النتائج اللي تم تحقيقها اكتر من 26 مليون مشاهدة، والناس رفعت الشاشة فوق 637,000. دي نتائج الحملات، والنتائج ديت وصلت بفضل الله لاجمالي مبيعات 700,000 ريال. ان شاء الله المعلومات اللي احنا نقولها هتكون بناء على نقطتين مهمين جدا. النقطة الاولانية هتكون بناء على معلومات السناب شات الرسمية، النقطة التانية بناء على الخبرات اللي احنا مرينا بيها من خلال إدارة حسابات كبيرة في السناب شات. مبدأ سبليت تيست إن حضرتك قبل ما تعمل حملتك الإعلانية تعمل إعلان واتنين وتلاتة، وأحسن واحد يجيب فيهم نتائج هو اللي يكمل، وتوقف الإعلانات التانية أو تقلل الميزانية بتاعتها. طيب إيه هي الشروط والمعايير لمبدأ السبليت تيست، مبدأ الاختبارات للإعلانات؟ مبدأ السبليت تيست أو إن أنت تعمل أكتر من اختبار للإعلان في كذا شرط وكذا معيار مهم. أول معيار إن في أربع أنواع بس تقدر تعمل لهم اختبارات على السناب شات. أول نوع الأودينس، الجمهور. ممكن تعمل حملة بجمهور، ممكن تعمل حملة تانية بجمهور مختلف وهكذا. تاني نوع التصميم، الكرياتيف. ممكن تعمل تصميم، ممكن تعمل صورة ثابتة، ممكن تعمل صورة متحركة، ممكن تعمل فيديو، ممكن تعمل كوليكشن اد، مجموعة صور وهكذا. تالت نوع بليسمنت، مكان عرض اعلانك على السناب شات. ممكن تخلي اعلانك يظهر اوتوماتيك، ممكن تخلي اعلانك يظهر على الستوريز بتاعت الافراد، ممكن تخلي اعلانك يظهر ما بين سنابات المشاهير. كل دوت متاح على السناب شات، وكل حاجة منهم ليها ايجابياتها وسلبياتها. ورابع حاجة تقدر تعمل فيها التست هي البيت جول، اللي هو نظام الدفع على السناب شات. هتدفع على السناب شات مقابل ايه؟ ممكن تدفع على السناب شات مقابل مشاهده الاعلان، ممكن تدفع على السناب شات مقابل ان الناس يرفعوا الشاشه فوق، ممكن تدفع للسناب شات مقابل الناس يشتروا المنتج وهكذا. في 9 انواع في البيت جول تقدر تشتغل عليهم في السناب شات. فحاول ان انت كل مره تجرب حاجه جديده وتشوف احسن واحده هتجيب لك نتائج هي اللي تكمل، وتوقف الثانيه او تقلل ميزانيتها. تاني نقطه مهمه جدا في السبليت تيست، ان حضرتك لما بتعمل السبليت تيست بتجرب معيار واحد فقط. ما ينفعش مثلا حمله تغير فيها التصميم والاستهداف، وحمله تانية تروح مثلا مغير فيها نظام الدفع على السناب شات وتغير فيها التصميم. لا، كل حمله غير فيها حاجه واحده بس. يعني مثلا حمله هتغير فيها التصميم، حمله هتغير فيها الجمهور، حمله هتغير فيها مكان عرض اعلانك على السناب شات. بعد كده هتشوف انت احسن حمله فيهم جابت نتيجه، احسن واحده جابت نتيجه ديت هي اللي هتخليها تكمل وتحط فيها بقيه الميزانيه، والحملتين التانيين اللي نتائجهم كانت ضعيفه يا اما هتقلل ميزانيتهم او هتوقفهم خالص. النقطه الثالثه معانا في السبليت تيست هي مده اختبار. يا ترى هعمل الاختبار قد ايه؟ هتعمله 3 ايام؟ هعمله 10 ايام؟ هعمله يوم واحد؟ لو انت حمله اول مره تعملها، كلام السناب شات الرسمي بيقول ان حضرتك هتعمل حمله وتختبرها لمده من 7 ايام الى 14 يوم، وهتصرف عليهم على الاقل من $500 الى $1000. يعني بقى فكره اعلان ب 500 ريال واعلان ب $100 ده مفيش الكلام ده يا جماعه. للاسف دي نقطه احنا بنواجهها كتير في السوق، ان مثلا الناس يكلمونا والله عايزين نعمل اعلان ب 1000 ريال او عايزين نعمل اعلان ب $200 او $300، وده غلط كبير يا جماعه. كلام السناب شات الرسمي ان حضرتك فتره الاختبار تبقى من $500 الى $1000، وتشتغل من 7 ايام الى 14 يوم، وده بيساعد السناب شات ان هو يتعرف اكتر على الجمهور بتاعك، والحمله بتاعتك تنتقل من مرحلة الاختبار إلى مرحلة الاستقرار. أول لما الحملة توصل لمرحلة الاستقرار ابدأ حط فيها بقى الميزانية اللي أنت عايزها، ابدأ حط فيها $3000، $4000، $10000 زي ما أنت عايز. والقاعدة دي يا جماعة عموما، بس في مجالات معينة للأسف محتاجين نكبر المبلغ ده، زي مثلا مجال المجوهرات. ممكن تكون قطعة المجوهرات بتتباع مثلا ب 20,000 ريال أو ب 30,000 ريال، فأكيد طبعا مش هعمل اختبار ب $500 أو $1000. ده مجال المجوهرات لو ببيع مجوهرات أو ببيع منتجات ثمنها غالي، ممكن أكبر المبلغ بتاع الاختبار، ممكن يوصل $5000 او $10000. ازاي بقى اعمل الاختبار ده من على السناب شات نفسه؟ عندي طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا اعمل حمله طبيعيه جدا واعمل جواها كذا مجموعه اعلانيه، دي الطريقه التقليديه. الطريقه الثانيه ان السناب شات فيه ميزه جميله جديده، والميزه دي تعتبر واخدها من جوجل وفيسبوك، ان حاجه اسمها كامبين لاب، معمل الحملات الاعلانيه. طب انا بدخل عليه منين؟ بفتح حساب الاعلاني في السناب شات، بعدين كرييت ادز، بعدين كامبين لاب. هنا بقى بيظهر لي الاربع انواع رئيسيه اللي انا اقدر اعمل عليهم اختبارات: كرييتيف اللي هو التصاميم، الاودينس الجمهور،
بليسمنت اللي هو مكان عرض اعلانك، واخر حاجه الجول سبليتس اللي هو نظام الدفع على السناب شات، هتدفع مقابل ايه؟ مقابل شير، مقابل مشاهدات، مقابل رفع شاشه، مقابل اكسل بيرشيز، ولا ايه بالظبط؟ هنختار مثلا كرييتيف سبليتس، هندخل هنا وهيقول لك اعمل بقى حمله اعلانيه واختار التصاميم وارفعها وهكذا وكمل بقيه الخطوات. وبعد كده السناب شات هيختبر لك التصاميم اللي انت هتحطها او الفيديوهات اللي انت هتحطها، وهيقول لك ايه افضل حمله جابت نتائج من حيث التصميم او الفيديو اللي انت رافعه. بعد كده هتاخد الفيديو دوت وتكمل بيه حملتك الاعلانيه. بعد ما بعمل كده السناب شات بيديلي ثلاث مؤشرات، المؤشر الاولاني 70% او اكبر، ده معناه ان ده قوي. المؤشر الثاني ما بين 50 الى 70% وده معناه جيد. المؤشر الثالث 50% وده معناه ضعيف، وحضرتك محتاج انت تستغني عن الصوره او التصميم ده. للاسف يا جماعه 90% من الناس بيعمل حمله واحده وبيصرف فيها كل الميزانيه، وبيعمل تصميم واحد بس في الحمله او فيديو واحد وبيعتمد عليه في حملته، وده خطا كبير في الاعلانات. ونصيحه، يا ريت نشتغل سبليت تيست صح. ولو حد عنده سؤال او استفسار، احنا الحمد لله عاملين اكتر من 50 فيديو عن اعلانات السناب شات، ولو حد حابب يعمل حمله اعلانيه من الصفر يقدر يتواصل معايا من خلال الروابط وارقام التواصل في الديسكريبشن تحت. وفي الاخر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم جديد القناه اول باول. سلام عليكم. لا تقل لوحدي او كيف السبيل.